ما تزال آثار فاجعة حريق مركز النقاء في مستشفى الحسين الكرفاني في الناصرية بمحافظة ذي قار ظاهرة على ذوي الضحايا الذين تظاهروا مجددا مطالبين بمعرفة مصير أبنائهم الذين لم يجدوا لهم أثرا إلى الآن، ومآل التحقيقات التي قالت السلطات الحكومية إنها فتحتها لمعرفة المتسبب بالحريق. طبعا الصراحة اللي احنا نطالب بأبسط حقوقنا اللي هي التحليلات الدي ان اي للجثث اللي مفقودة بالمستشفى. احنا مطالبنا شنو هي؟ يعني مطالبنا يعني الحكومة تصعب عليها مطلبين، احنا ما رايدين اي شيء. المطلب الاول نريد نعرف التحقيقات وين وصلت، وين وصلت بالتحقيقات بالقضية لحد الان ما نعرفها وين وصلت. وثاني شيء احتسابهم شهداء. وكما جرى الحال مع كل الوقفات والتظاهرات التي تطالب بالحقوق المسلوبة، جوبهت التظاهرات التي خرج بها أهالي ضحايا مركز النقاء بقمع وسيل من الشتائم من طرف ما يعرف بقوات مكافحة الشغب. اجوا قوات الشغب التابعة للأحزاب ضربونا وهانونا وسبوا شهدائنا واعتقلوا جماعتنا. اليوم طلعت استنكار في بسبب هاي الأوضاع اللي صارت، اللي صار لهم 8 أشهر يماطلون بقضيتنا. من يطلعون تتلقاهم الشرطة بالاعتداء عليهم والضرب والقسوة. ما معقول هذا الحكي في بلد يدعي نفسه ديمقراطي وعنده دستور ويريد يمشي بالطريق الصحيح. ما معقولة تعتدون على ناس الطالب بحقوقها. الفساد المتغلغل الذي كان السبب وراء مقتل أكثر من 80 مدنيا حرقا في مركز أعد للاستشفاء من فيروس كورونا هو ذاته الذي يمنع اليوم كشف المسؤولين عن الحادثة وإعادة ولو جزء من الحق لذوي الضحايا المفجوعين.